أفكار الرسم اليدوي على الحوائط في الديكور. تعالوا نشوف إزاي نقدر نطبقه في أكتر من طراز، وبعدها هنشوف أفكار أو طرق كتير نقدر نطبقه بيها في التصميم الداخلي أو في ديكور الحوائط. ممكن نطبق رسمة كلاسيك، ممكن نطبق رسمة مودرن، بوهيميان ستايل، هاواين ستايل، اكليكتيك ستايل، شابي تشيك ستايل، وهكذا نقدر نطبقه بالطريقة اللي تتماشى مع الستايل أو الطراز المستخدم. ممكن نطبق رسمة 3D تدي إحساس باتساع المكان أو الغرفة. ممكن نعمل رسم جرافيتي، ممكن نرسم صورة، ممكن نرسم لوحة، ممكن كمان تستخدم في غرف الأطفال. ممكن رسم قطع أساس أو إكسسوارات تكمل تصميم الغرفة. ممكن نستخدم الرسم على الحائط بالألوان بطريقة تجريدية. ممكن نعمل الرسمة على حيطة كاملة، وممكن نعمل رسمة على جزء من الحيطة. دلوقتي هنتكلم على ملحوظات مهمة جدا بخصوص استخدام الرسم على الحوائط في الغرف أو المساحات الصغيرة. أول حاجة، لو عندنا مساحات صغيرة مش مفضل نستخدم ألوان غامقة، الأفضل نستخدم ألوان فاتحة. مش مفضل يكون سكيل أو مقاس الرسمة أو التصميم كبير، الأفضل إن سكيل الرسمة يكون صغير. مش مفضل كمان تكون الرسمة ألوانها قوية، الأفضل تكون الرسمة ألوانها هادية أو باستيل. مش مفضل تكون رسمة تفاصيلها كتير، الأفضل تكون رسمة تفاصيلها أقل. كمان عدد الألوان المستخدم مش مفضل إنه يكون كبير، الأفضل إن إحنا نستخدم عدد ألوان قليل في الرسمة. وممكن كمان بدل ما نستخدم الرسمة على حيطة كاملة نستخدمها على جزء بس من الحيطة.